محمد السفير دولة الإمارات محمد. نحن ننتقل الآن للسفير السعودي بالخرطوم في الكلمة قصيرة في دقيقتين. السفير السعودي لدى الخرطوم سوف يلقي كلمة في هذه المناسبة، مناسبة توقيع عدد من البروتوكولات. جنوب السودان سلفا كير ميدريت صاحب الفخامة رئيس المجلس السيادي فريق الأول عبد الرحمن البرهان صاحب السيادة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية السودان، أصحاب المعالي أعضاء مجلس السيادة والوزراء ووزراء في جمهورية السودان وجنوب السودان، الأخوة الأفاضل قادة الحركات المسلحة جميعهم كلهم بمقاماتهم السامية المحفوظة بحفظ الله، إخواني أعضاء قوى الحرية والتغيير الجميع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك إنها لحظة تاريخية لأهلنا في السودان، لحظة الكل ينتظرها ويباركها، وبلا شك فالمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا تقف وتبارك هذا الإنجاز، إنجاز السلام. وهنا أود أن أتطرق إلى أن إعلان الرياض الذي صاغته المملكة مع دول مجموعة أعضاء أصدقاء السودان في 12 أغسطس من هذا الشهر كانت رسالة سياسية من المجتمع الدولي لتحفز أخوتنا المتفاوضين للوصول إلى السلام. هنيئا لكم، هنيئا للجميع، وهنيئا لنا بهذا الإنجاز. ونحن والمملكة العربية السعودية ستكون بإذن الواحد الأحد واقفة كما كانت واقفة مع أهلنا السودان. فألف ألف مبروك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة سفير المملكة العربية السعودية لدى الخرطوم. نحن ننتقل